بعد ما تابعنا مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، خلينا دلوقتي نروح عشان نتابع اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده، كمان الماتشات المهمه اللي هتتلعب في الدوريات العالميه. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، منظمة الصحة العالمية هتحتفل باليوم العالمي لنظافة اليدين تحت شعار اتحدوا من أجل الأمان نظف يديك. الاحتفال ده بيتم تنظيمه في يوم 5 مايو كل سنة، وبيستهدف التركيز على أهمية نظافة اليدين في مجال الرعاية الصحية ودعم وتحسين نظافة اليدين حول العالم. كمان النهاردة مسرح الساقية للعرايس هينظم حفل لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وهيتم تقديم أغنيتين هما هذه ليلتي وليلة الحب بقاعة النهر بساقية الصاوي، وهيكون فيه اهتمام بكل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا. لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباريات مهمة في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، هيلتقي أنتراخت فرانكفورت الألماني مع ويست هام الإنجليزي، ورينجرز الاسكتلندي مع ليبزيج الألماني، وده هيكون الساعة 9 بالليل. كمان هيكون موعدهم مع مباريات إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى، هيلتقي روما الإيطالي مع ليستر سيتي الإنجليزي، ومارسيليا الفرنسي مع فانورد الهولندي، والمباريات دي هتتلعب الساعة 9 بالليل.